هو القانون المشروع القانون هذا المعاش الاقتصادي الحقيقة معناتها تخدم برشا زربة وتخدم في فترة اللي احنا كنا معناتها في كيما نقولوا معناتها في قلب الأزمة الصحية وما زلنا كي خرجنا من إجراءات الحجر الصحي الشامل وكان معناتها مجعول لطرح بعض الإصلاحات اللي حكينا فيها برشا مرات قبل على مستوى خاصة يعني العفو الجبائي والانتجراسيون متاع الناس اللي هما متهربين على المستوى الجبائي وعلى مستوى زادة كيف العفو في مجال الصرف وتضمن زادة كيف بعض الإجراءات الجبائية ولكن أنا حسب اعتقادي معناتها باللي شفته في المشروع ما كانتش الإجراءات الجبائية الثورية اللي هي يعني مش تتمكن من تنشيط الاقتصاد وإلا باش تتمكن من تعبئة موارد إضافية للدولة. هذيك علاش نقول اليوم مناقشته على مستوى مجلس نواب الشعب في الوقت هذا وقت اللي احنا نعرف روحنا اللي احنا من هوني الثلاثة جمعة آخرين مش يكون عندنا مشروع قانون مالية سنة 2021 ومش يكون زاد عندنا قانون مالية تعديلي لسنة 2020 ولينا لهنا معناتها مش يكونوا فما إجراءات جبائية موجودين في إطار القانون الإنعاش الاقتصادي وإجراءات جبائية في إطار قانون المالية دونك لهنا سؤالي تطرح شنية الجدوى متاعه مع العلم كما قلت لك اللي أنا حسب رأيي يعني الإجراءات اللي فيه ما هيش هذيك اللي إجراءات معناتها كبيرة جدا اللي هي باش تمكن من الإنعاش الاقتصادي وإلا جاية في إطار رؤية شاملة باش تركز على قطاع معين وإلا باش تركز على يعني إصلاح معين كما موجود في الوثيقة بتاع الإصلاح الجبائي اللي هي مالوروزمون من 2014 محطوطة في القجر.